السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير، وتكونوا في أحسن الأحوال، كي دوزتوا العيد ديالكم كلشي مزيان. نتمنى دائما تكونوا في تمام الصحة والعافية، والله يرفع علينا هذا الوباء. أول حاجة كنقول لكم سمحوا لي على هذه الغيبة لأنني بغيت نرتاح شي شوية، ودابا رجعت لكم إن شاء الله القناة بفيديوهات اللي تكون للاستفادة، خصوصا الأخوات المبتدئات والأخوات اللي تاهما كيبغيو هكا يتعلموا وصفات اللي تكون جديدة، أو لما كيعرفوش سر من الأسرار ديال النجاح ديال بزاف ديال الوصفات. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو كاول فيديو غادي نبدا به ان شاء الله هذا الشهر، هي هاد الطريقه اللي غادي تطيبوا بها اللحم ديالكم، سواء هكا درتو الكوتليت كيف ما درت انا في هذا الفيديو، او لا لحم اللي كيكون عادي. المهم عندكم كامل الاختيار، غادي نطيبوه ان شاء الله بدون ما وبلا زيت. ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الطريقه ديالو، راه كيجي طيب زبده كيف ما كنقولوا. وغادي نشارك معكم بطاطس في الفرن اللي كتجي رائعه، والارز. المهم اول وصفه غادي نبدا بها، غادي نمشي معكم بالطريقه اللي خدمت بها الوجبه ديال الغداء. فبصراحه تقريبا في ساعه واحده حضرت هاد الوصفات اللي كتشوفوا الوجبه ديال الغداء. اول حاجه دهنت هنايا الطنجره ديال الضغط بشويه ديال الزبده، وغادي نوضع اللحم عندي هنايا هاد لي كوتليت كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب نتوما افراد العائله ديالكم، انا درت الكميه اللي غادي تكفي لجوج ديال الاشخاص. فانا بالنسبه للحم انا جبتها مباشره من المجمد، بغيتو تجبدوها بساعه او ساعتين من قبل راه ماشي مشكل. اول حاجه كنوضعها كيف ما كتشوفوا معايا، وكندهن ليها كذلك الوجه ديالها بشويه ديال الزبده. اللي بغات دير حتى واحد نص معلقه ديال السمن، فتقدر ديرها حتى هي تدهن بها من الفوق. من بعد ضفت هنايا كيف ما شفتوا معايا ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم، ممكن تستعملوا غير ثوم بودره، كديروا غير القليل فقط اولا كتستغناو عليها ماشي مشكل. من بعد كندير القليل فقط من الكمون وكميه ديال الملح، لاننا غادي نرافقوا بطبيعه الحال هذا اللحم مع شويه ديال الكمون الملحه، نحاولوا ما نكتروش في الاول. غادي نسد الطنجره ديال الضغط كيف ما غادي تشوفوا معايا، غادي نسدها مزيان وغادي نوضعها على نار. في الاول النار ديالنا كتكون مجهده حتى كتسخن لينا الكوكوط او الطنجره ديالنا، من بعد ما كتسخن وكتبدا كتصفر لينا الصفاره، فغادي نقص على النار وغادي نديرها مهيله بزاف على بحال شكل ديال الشمعه. وغادي نخلي الطنجره ديال الضغط كل مره كنبقى كنحركها باش هكا ديك اللحم ما كتلصقش لينا في الاسفل ديال الكوكوط. وملي كتقرب طيب عندنا اللحم فكنحلو على الطنجره وكنقلبوا اللحم ديالنا باش هكا كتحمر من الجهه الاخرى بحال الا شويناها على الفحم. المهم غادي نخلي اللحم باش طيب، وغادي ندوز هنايا باش نحضر معكم البطاطس اللي كتجي رائعه بزاف. اول حاجه خديت كميه ديال البطاطا بعد ما غسلتها مزيان، درت عليها الماء اللي كيكون غليان، ودرت عليها شويه ديال الملحه وخليتها حتى تسلقات. ما تخليوش البطاطا ديالكم حتى كطيب بزاف، حاولوا تخليوها شاده في راسها لانها غادي تكمل الطياب ديالها في الفران. مباشره كنقيها وهي مازال سخونه، وغادي نقطعها القطع اللي كتكون شويه الحجم ديالها كبير ماشي صغيره كيف ما كتشوفوا معايا. وحتى بالنسبه للكميه راه كتبقى على حسب افراد العائله ديالكم. المهم غادي نستمر بحال هكا، بالنسبه للحجم ديالها متوسط فكنقطعها فقط على 4، واللي الحجم ديالها كبير فانا كنقطعها على 6 ديال القطع. المهم ان البطاطس ديالكم كيجي الحجم ديالها كبير. غادي نستمر بحال هكا حتى نقطع الكميه اللي عندي كامله، ونوريكم بالنسبه للشرموله اللي غادي ندير لهاد البطاطس. نتمنى فعلا تجربوا هاد الشرموله لانها كتجي لذيذه لذيذه بزاف. بالنسبه للبطاطس ديالكم تقدروا ديروا اي حاجه نتوما كتفضلوها، المهم كنصحكم تجربوا هذه كتجي خطيره في المذاق ديالها. اول حاجه خديت هنايا ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه بعد ما حكيتهم، ممكن تستعملوا ثوم بودره. كنضيف عليها شويه ديال الربيع تقريبا واحد جوج معالق ديال القزبر معدنوس مطحونين، ممكن تضيفوا اي اعشاب موسمه عندكم، اليزير الزعتر اي حاجه متوفر عندكم. بالنسبه لي كانت عندي فقط زعتره فدرت شويه منها. غادي نضيف تقريبا واحد ملعقه كبيره ممتلئه ديال التحميره، راس معلقه ديال الخرقوم البلدي، كندير القليل فقط من الفلفل الاسود، شويه ديال السودانيه وكتبقى على حسب الرغبه ديالكم، كتعطي واحد النكهه اللي هي زوينه ما كتعطيش البطاطس ديالنا ما كتكونش حاره. درت كميه ديال الملحه لان البطاطس مسلوقه بالملحه، وضفت واحد ملعقه صغيره ديال القزبر يابس
وزيت الزيتون. بالنسبه للكميه ديال زيت الزيتون نتوما اللي كتحكموا فيها على حسب البطاطس ديالكم. فهنايا بان ليا غادي نزيد كميه اخرى ديال زيت الزيتون باش هكا ان شاء الله تكفيني البطاطس. وغادي نعاود نخلط، وهذه هي شرموله اللي كتجي غزاله غزاله بزاف. فهنايا واحد الملاحظه، نسيت ما ضفت واحد ملعقه صغيره ديال المطارد، فانتوما حاولوا تضيفوها مع هاد المكونات. انا غادي ندهن بها البطاطس في الاخر. كنفرغ هاد الشرموله على البطاطا كيف ما كتشوفوا معايا، حاولوا البطاطا ما تطيبوهاش مزيان. وغادي نلبس البطاطس مزيان بهاد الشرموله اللي وضعت فيها. ان شاء الله تجربوها، فبصراحه كتجي لذيذه هاد الشرموله في البطاطا، وخصوصا ملي كتسلقوها هكا نسلقه وكتوضعوها في الفران، فكتجي من ألذ ما يكون، خصوصا الاخوات اللي كيعشقوا هكا البطاطس المقليه وما كيقدروش ياكلوها. جربوا البطاطس في الفرن بهالطريقه، فكتجي رائعه رائعه بزاف وصحيه. المهم هنايا خديت لاطه ديال الفران اللي درت فيها ورق الزبده، كنوضع البطاطس كتكون هكا متفرقه او لما مزدياش مع بعضياتها باش هكا كيدخل ليها الطياب. وغادي ندهنها كيف ما شفتوا معايا بشويه ديال المطاط لانني نسيتها مع المكونات. من بعد غادي ندهنها بالكميه اللي تبقات ليا ديال الشرموله من الفوق، وغادي ندخل البطاطس للفران بعد ما غادي نغطيها بورق المطبخ اخر اولا بالبابي كويسون. غادي نغطيها مره اخرى وغادي نخليها على عافيه اللي كتكون متوسطه تقريبا على 180 درجه، شعل الفران من الفوق ومن الاسفل حتى كتكمل الطياب ديالها. من بعد كنحيد ورق الزبده وكنخلي البطاطس ديالي حتى كتحمر من الفوق وكنقدمها. هنا جيت نشارك معكم شرموله اللي غادي ندير بالنسبه للارز اللي غادي نرافق به هاد البطاطا مع اللحم ديال الكوتليت. فاول حاجه خديت هنايا المقله، وضعت فيها زيت الزيتون، درت عليها شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود. غادي ندير هنايا كميه ديال الملح، ما غاديش نكثر لانني سالقه الارز بالملحه. وغادي نضيف هنايا تقريبا واحد جوج معالق صغار ديال المعدنوس. غادي نحرك مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم. بغيتو تضيفوا حتى الثوم بودره فتقدروا تضيفوها، بالنسبه لي ما غاديش نضيف الثوم في هاد الوصفه. وهنايا عندي الارز بعد ما سلقته في الماء اللي فيه الملحه، غادي نوضعه هنايا. انا استعملت هاد الارز ديال بسماتي، ممكن تستعملوا غير الرز العادي. غادي نوضعه هنايا وهو مازال سخون بعد ما صفيته واستقطر مزيان من الماء. وغادي نضيف عليه هنايا تقريبا واحد جوج ديال الحبات كبار ديال الفلفله خضراء اللي شويتها، فتقدروا تضيفوا الفلفله في الالوان كتعطي واحد الشكل اللي هو جميل ومذاق اللي خطير بالنسبه للرز ديالنا. غادي نحرك مزيان المكونات مع بعضياتهم، وضعتهم على نار اللي كتكون مهيله بزاف، وكنشحر مزيان هذا الرز مع الفلفله حتى كيشرب ليا الشرموله، وهذا هو الشكل ديالو. فبصراحه كيجي من ألذ الوصفات ديال الرز اللي بصراحه كنحمق عليهم نحضرهم هكا مع الوصفات ديال الدجاج اللي كيكون مشوي اولا اللحم. هنايا بغيت نوريكم البطاطا بعد ما خرجتها من الفران، شوفوا معايا كيفاش كتجي. كتجي محمره وكتجي مقرمشه من برا ورطبه وطايبه بزاف من الداخل، فبصراحه ما شهيتكم فيها ولكن ننصحكم انكم تجربوها، كتجي خطيره في المذاق ديالها، خصوصا كيف ما قلت لكم الاخوات اللي ما كيقدوش على الوصفات اللي كتكون هكا فيها اللي كتكون فيها الزيت. هنايا اللحم كيف ما شفتوا معايا بعد ما طابت راني قلبتها، وغادي نخليها تزيد تحمر من الجهه الاخرى. شوفوا معايا الكوكوط راه ما كتلصقش لينا نهائيا، غير فقط نقصوا عليها النار باش هكا ما كتلصقش لكم اللحم ديالكم في الاسفل ديال الطنجره. غادي نخليها فقط غير واحد شويه لان راه اللحم تبارك الله راه طابت ولات طايبه مزيان، فغادي نخليها فقط تحمر من الجهه الاخرى. ودزت هنايا باش نوريكم الطريقه اللي غادي نقدم بها الوصفات اللي حضرت معكم اليوم. كيف ما ذكرت لكم راه ساعه واحده حضرت فيها هذه الوصفات لانها ما كتاخذش لكم بزاف ديال الوقت، راه كتحضر بسرعه. هنايا خديت الطبق ديال التقديم وضعت هذا الارز في السلافه باش عطاني هذا الشكل، ومباشره كنوضع في الجانب ديالو البطاطس بعد ما خرجتها من الفران وهي مازال سخونه. وبالنسبه للحم ديالنا شوفوا معايا تبارك الله كيفاش كيجي، كيجي بحال الا شويناه على الفحم او لا شويناه في الفرن.
بغيتو من طبيعه الحال تدخلوه الفران بعد ما يطيب لكم هكا، دهنوه بشويه ديال الزبده وديروه في الفران حتى كيتحمر. بالنسبه لي ما كنحتاجش نديروه في الفران لانه كيجي محمر وكيجي غزال غزال بزاف. نصحكم تجربوه بهذه الطريقه. بغيتو ديروا هاد الجهه ديال الكوتليت ديروها، اولا اللحم ديال اي جهه في الخروف فتقدروا ديروها، فبصراحه كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه لي بالنسبه اللحم ديال العيد فالاغلبيه كنديرو بهذه الطريقه لاننا كنحمقوا عليه بهذه الطريقه، كيجي ناشف وكيجي فتي وكيجي لذيذ بزاف. وبهكا اخواتي كنقول لكم وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنشكركم كاملين وحده بوحده على المشاهده ديالكم. خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.